السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته البنات، كيف حالكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وصحه جيده واحوال طيبه. اليوم غادي نتقاسم معكم واحد الوصفه تراثيه تاريخيه، انا اصلا كبرت بها وتنكبر بها بنياتي، وما كنخليش الفرصه تضيع. دائما ملي كنجي للمغرب تنطلب من الام ديالي توجدها لي هاد البريوش هذا، لي مهما نوصف لكم المذاق ديالو يعني ما غاديش توصل لكم الفكره الا الا جربتوه. هاد البريوش هذا تيتحضر بمكونات سهله وبسيطه، الا ان الطريقه ديال التحضير ديالو هي اللي فين كاين السر ديال البنه وديال اللذه ديالو. نتمنى تتبعوا معايا الفيديو ديال اليوم، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه لوليداتكم، خصوصا وان المدارس على الابواب، يعني يفطروا به في الصباح، يديوه معهم اللومجه ديال المدرسه، هكا توجدوه لهم الفطور، توجدوه الغدي. الا جاكم شي ضياف يلقاوها عندكم، بغيتوا ديروا لشي مناسبه تبركوا لشي حد في شي مناسبه سعيده تديوه معكم. هاد البريوش هذا ما تيكلفشكمش واحد الميزانيه كبيره، الا ان الطريقه ديال التحضير ديالو هي اللي طريقه خاصه جدا. نتمنى تتبعوا معايا الفيديو وينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، فرجه ممتعه مسبقا. غادي نبداو على بركه الله بالمقادير. حنا عندنا كيلو ديال الطحين، الدقيق الابيض المنخول الخاص بالحلويات، تشوفوا اللون ديالو. عندنا هنايا نص ربع الزبده 125 غرام، عندنا كاس ديال الزيت العاديه كاس مع 125 غرام زبده يعني نص ربع. عندي ثلاثه البيضات من الحجم المتوسط مع معلقه الملح طبعا للتنسيم. عندي هنايا ربع ديال السكر سنيده رقيقه، عندي خماره الحلوه مع الخميره المعجونه كما تشوفوا معلقه كبيره مع مرش، وغادي نحتاجوا الحليب نساترو، وغادي نكملوه بالماء. بالنسبه للحشوه البنات يمكن لكم تستعملوا المربى، يمكن لكم تستعملوا الشكلاط على حسب شنو متوفر عندكم. حنا متوفر عندنا دابا يلا المربى، غادي نديروها في الوسط ديالو، غادي نديرو نص هكا ونص هكا. اذا كي تشوفوا مقادير سهله وبسيطه ولكن تيجي زوين بزاف. نبداو على بركة الله دابا بالعجينة. إذا كنديرو الملحة، كنديرو دوك ثلاثة ديال البيضات بعد ما حليناهم، الزبدة ضروري نكونو مخرجينها من الثلاجة مدة مسبقة باش كتكون لينة وسهلة في أنها تخدم مع الطحين. اذا كل ما كانت الزبده في درجه حراره المطبخ كل ما ساعدتنا اننا نعجنوها بطريقه سهله ولينه. ثم داك الكاس نتاع الزيت حتى هو غادي نزيدوه، كي تلاحظوا غادي نديروا المقادير تقريبا كلها. غادي نزيدوا الخميره الحلوه، وغادي نديروا الخميره المعجونه، وغادي نخلطوا كلشي دقه واحده. غير طريقه هذه العجينه هي اللي كاينه فيها السر نتاع هاد البريوش الاسفنجي، تشوفوا الطريقه كي غادي نخدموها به. اما المقادير ما كنديروها كلها دفعه واحده، غادي نزيدو دابا الخميره كيماويه والخميره المعجونه، ثم السكر ديال سنيده، وغادي نبداو العمليه نتاع العجينه. اذا بعد ما نجنسد ديك العناصر دابا غنبقاو نزيدو الحليب بشويه بشويه، تنكملوا هذا الكنسطر ديالنا كامل، ومن بعد الا احتاجينا غادي نكملوه بالماء المدافي طبعا. كما لاحظتوا غادي نزيدو دابا الماء، حيتاش داك الكنسطر ديال الحليب ما كفاش مع الكيلو ديال الدقيق، غادي نكملوه بالماء حتى نجمعوا العجينه ديالنا وتكون جاريه. كما تلاحظوا معنا البنات هاد العجينه هذه ما كتدلكش، كتخدم بحال الشكل نتاع الطراب اليدوي ولكن بيديكم. اذا ها انتم تشوفوا كي تخدم، كنبقاو نهزوا العجينه ونضربوها مع المسحه،
كما شفتوا معنا الطريقه باش خدمناه. اذا كنديروا بحال اللي كنطربوه بيدينا. دابا بعد ما خدمناه مزيان غادي ناخذوه وغادي نديروه في واحد الاناء اللي يكون غارق، غادي ندهنوه بشويه ديال الزيت وغادي نديروه فيه ونخليوها تختمر شويه المرحله الاولى عاد ندوزو للمرحله الثانيه. اذا دابا كما تبعتوا معنا درناه في هذا الاناء الغارق، دهناه بالزيت ودهناه حتى هو شويه من فوق بالزيت. دابا غادي نغطيه ونخليه يختمر حتى تبان عليه الاثار ديال الخميره. طبعا على حسب الحراره ديال الجو، على حسب الحراره ديال المكان اللي كتواجدوا فيه، ما بين 4 ساعه حتى 25 دقيقه. مجرد ما كتبان عليه العلامه ديال الاختمار كتعاودوا تعريوه وتخدموه للمره الثانيه. دابا البنات بعد ما اختمر انتم تشوفوا الاثر ديال التعرق ديال الغشاء البلاستيكي بان، يعني راه اختمرت. غادي نزولوا هذا الغشاء هذا وغادي ندوزو غادي نعاودو نطربوه للمره الثانيه. غادي نخبطوه هكا بيدينا ونشكلوه مباشره بويقات ولا كويرات صغار ونوضعوه في الصينيه. ها هي هنايا الصينيه اللي دخل الفران، دهناها بشويه ديال الزيت ودرنا عليها شويه ديال السميده باش ما كيلتصقناش ملي كيطيب. كما لاحظتوا قمنا بالتطريب ديالو المرة الثانية. إذا دابا غادي نشكلوه كويرات صغار بأحجام متساوية بهذه الطريقة هذه. إذا كدهنوا يديكم بشوية ديال الزيت وكتحاولوا تخرجوا هكا بمقاييس متساوية. كما لاحظتوا معنا قمنا بالتشكيل ديالو. اذا كي تشوفوا العجينه تكون جاريه بزاف، شويه تتعذب تتلصق في اليد، تتعنوا بشويه ديال الزيت وكتبوقوها على الشكل اللي كنصنعوا به الملوي وكتثبتوها هكا في الصينيه. اذا هذه هي الكميه اللي حصلنا عليها. بعد ما شكلناهم دابا غادي ناخذ واحد البيضه وغادي نطربوها وغادي ندهنوهم بها من الوجه ديالها وغادي نستعملوا شويه ديال السكر سنيده من الفوق للتزيين ولا الجنجلان على حسب شنو تفضل. تقريبا قربنا ندخلهم الفرن، ولكن قبل بعد ما دهناهم غادي ندير لهم شويه ديال السكر، السكر ديال سنيده، سكر سنيده بالفوق تعطيهم واحد المنظر زوين حتى هو. ودابا البنات ها هما صاروا جاهزين باش يدخلوا للفران. غادي ندخلوهم الفران يطيبوا، غادي نشعلوا الفران يسخن شويه ونديروهم يطيبوا وحنا عينينا عليهم. اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال هذا البريوش ديالنا اليوم. نتوما تشوفوا كيفاش كيجي طايب ومحمر ومذاق زال ورائحه زكيه جدا. كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا منه وتعلمتوا شي حاجه جديده اللي تقسموها مع وليداتكم مع العائله والاحباب، ونتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعليق ديالكم اللي دائما كنتوصلوا بتعليق ايجابيه جدا تتشجعنا على المزيد من العطاء والاستمراريه معكم في القناه ديالي. شكرا لكم على حسن المتابعه والى فرصه قادمه ان شاء الله تعالى.